أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور فوتوشوب. في هذه المحاضرة راح نناقش تأثير جميل بالصور، ألا هو تأثير تورن بيبر. طبعا هو الورقة المحروقة أو المشقوقة مثل ما نلاحظ. طبعا مثلا عندنا هنا هذه الفكرة أو هذه الفكرة، وتأثيرات جميلة وأفكار كثيرة ممكن نعملها بهذه التقنية. مثل ما نلاحظ هنا مثلا هذه الفكرة، وطبعا أفكار كثيرة جدا نقدر نعملها بهذه الطريقة. طيب الفكرة سهلة جدا، عندنا مثلا هذه الصورة راح نحاول اختصاصها، مثلا نخليها بهذه المنطقة ومثلا بهذه الطريقة بهذا الشكل، أو ممكن فايل نيو نفتح مساحة جديدة وليكن مثلا 1024، وطبعا هذه الصورة ناخذها نخليها بالمساحة الجديدة اللي احنا فتحناها حتى تكون أصغر، لأن المساحة كلها كبيرة هناك. نخليها بهذه المساحة مثلا بهذا الشكل. جيد، الآن عندنا براش. إذا لاحظ أنه التشققات اللي تشوفها أمامك، هذه التشققات اللي هي هذه مثلا، هذه التشققات موجودة براش. طبعا هذا هو البراش، سهل جدا، طبعا سهل كلش. طبعا حتى ننصبه بالفوتوشوب نسحبه وطبعا نفتحه بمساحة جديدة هنا بالفراغ، أو ممكن نجي نضغط كليك أيمن بهذه المنطقة وطبعا نضغط على هذا الدشلي وطبعا نختار لود براش ونختار المكان اللي احنا نريده. طبعا نضغط دبل كليك على البراش بشكل مباشر راح يتم اضافته. جيد، الان بعد ما اضفنا البراش، طبعا ذني مجموعة من البراشات اذا لاحظ هنا، طبعا ممكن نضيف طبقة جديدة ونصغر، طبعا نصغر بحرف الجيم او كليك ايمن ونصغر بهذه المنطقة، طبعا نكبر بحرف الدال بهذا الشكل، نختار احد البراشات مثلا، ممكن هذا البراش جميل ممكن نصغره. يعني ممكن بهذه الطريقة. جيد، الان راح اجي اختار لون ابيض بهذا الشكل، وطبعا راح ارسم بهذه المنطقة بمنطقة العيون باللون الابيض. راح استنسخ الطبقة الاصلية واخليها اعلى رسمة البراش، وراح احولها الى ابيض واسود من image adjustment black and white. ممكن انه يعني اخلي الاسود يكون اطوخ واضغط على اوكي. الان انا اريد اللون الاسود يكون فقط بداخل هذه الرسمة. طيب سهل جدا، من خلال نعمل clipping mask، كليك ايمن create clipping mask. اذا لاحظ انه اصبح عندي هذه المنطقة هي باللون الاسود والابيض. الان راح اضيف طبقة جديدة وراح تكون باللون الابيض البراش، وراح اخليها ايضا clipping mask من خلال create clipping mask، وطبعا راح اجي ارسم مثلا بهذه الطريقة اللون الابيض، طبعا يكون بشكل عشوائي اجمل، مثلا ممكن يكون بهذا الشكل. جيد، ممكن عندنا هنا ممكن يكون، الان ايضا بهذه الطريقة نرسم. جيد، الآن لطيف. طيب الآن هذه الرسمة اللي رسمناها اللي باللون الأبيض راح نضيف لها شادو ظل. طبعا نحدد الطبقة اللي هي باللون الأبيض ونجي إلى FX ونختار Drop Shadow. طبعا راح تطلع عندنا بهذه المنطقة. ممكن نتحكم طبعا بالسايز وطبعا بالدستنس المساحة بهذا الشكل، وطبعا ممكن يصير عندنا الرسمة بهذه الطريقة. إذا لاحظ أنه
كل هذه الأفكار تتم بنفس الطريقة اللي إحنا أنشأناها قبل قليل. طبعاً هنا عندنا العملية معكوسة، الصورة كلها أبيض وأسود وفقط هذه الرسمة هي ملونة. أيضاً هنا عندنا بنفس الشيء بنفس الطريقة، هنا أيضاً عندنا الرسمة ملونة. إن شاء الله تكون هذه الطريقة سهلة ومفيدة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.